هنعمل دلوقتي كب كيك القرع. طبعا احنا عارفين ده موسم القرع، فعلشان نعمل كب كيك القرع بتاعنا عايزين كوبايتين دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، كوبايه زيت، معلقتين صغيرين قرفه، معلقه صغيره قرنفل مطحون، رشه جوز الطيب، اربع بيض، فانيليا، كوبايه سكر بني، نص كوبايه سكر ابيض، وواحد ونص كوبايه قرع مسلوق ومهروس. للوش عايزين 200 جرام جبنه كريمي، 100 جرام زبده، اربع اكواب تقريبا من السكر البودره، فانيليا، وعجينه سكر بيضه وبرتقالي واخضر. طيب اول حاجه هنعملها، خلينا نعمل الكب كيك مع بعض. الكب كيك علشان نعمله طبعا عايزين الزبده، نحط البيض، ونحط معاه السكر البني والسكر الابيض والفانيليا، ونخلط الكلام ده كويس. عندنا بقى هنا كوباية الزيت اهي جاهزة، وهنجيب معلقة ونخلط البيكنج باودر مع البيكنج صودا. نحط بقى دلوقتي الزيت اللي عندنا، مع الزيت هنحط القرع العسلي اللي عندنا، وده قرع عسلي مسلوق ومهروس زي ما انتوا شايفين كده، تمام. وهنكمل خفق. هنحط بقية التوابل اللي عندنا اللي هي القرفة والكلام ده كله مع الدقيق كده، والبيكنج باودر والبيكنج صودا، كل ده محطوط هنا، القرفة والقرنفل المطحون ورشة جوز الطيب والبيكنج باودر والبيكنج صودا، خلطتهم كلهم مع بعض. ناخد بقى دلوقتي الدقيق اللي عندنا وننزل بيه على الخليط بتاعنا، وكده خليط الكيك بتاع القرع عندنا جاهز اهو، شايفين ده الخليط، نملاها لغاية فين. معلش الورق كبير على الصينية فبيتني شوية، بس ايه اهي كده شايفين، يعني كده تقريبا ممتاز، يعني اعلى من النص شوية، التلتين تقريبا، تمام تمام كده اهي كده، تبقى جهزت الكب كيك بتاعنا زي ما قلنا في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ما بين 12 ل 15 دقيقة حسب حرارة الفرن اللي عندنا. دلوقتي ناقص ان احنا نعمل التوبينج بتاعنا، واللي هو عبارة عن جبنة كريمي وزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، وسكر بودرة وفانيليا، وده اللي هنحطه على الوش. هنعمل كمان شوية قرع صغننين كده بعجينة السكر والقرع عشان نعمله. أنا بس خلطت شوية أبيض مع برتقاني لأن البرتقاني اللي عندنا غامق، وعملت كورة بالشكل ده أهي. وهناخد دلوقتي أي حاجة بقى كده تكون مدورة ورفيعة أو يعني زي دي مثلا، وهنعمل كده هنا زي تجويف كده بالشكل ده. هناخد القرعة بتاعتنا كده وهنبتدي نعمل فيها زي حزوز كده باينة كده اهو بالشكل ده، علشان نوعا ما تدينا شكل القرعة كده، عشان نحطها على الكب كيك من فوق ويبقى شكلها لذيذ اهي بالشكل ده. هناخد دلوقتي لون كده المفروض يكون بني شوية، بس احنا اللي طلع عندنا بقى شوية لونه شوية مش بني. هنعملها كده ونعمل لها من تحت كده، نفتحها كده 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 بهذا الشكل، ونحطها كده هنا بالشكل ده، تمام. انا هكمل بقى بقية الكمية اللي عندنا، وبعد ما اخلصهم كمان هرشهم بالذهبي
كده عشان يدوا لمعة كده ويبقى شكلهم لذيذ كده. شايفين كده اهو. دلوقتي الكب كيك بتاعنا بعد ما بيطلع من الفرن بيبقى ده شكله هش جدا ولذيذ قوي. هناخد دلوقتي نعمل التوبينج. عندنا هنا الزبدة هي المفروض تبقى في حرارة الغرفة، فهنقلبها بس كده، هخفقها سنة. هنحط بقى دلوقتي الجبنة اللي عندنا ونخفقهم برضو مع بعض، وبعدين نبتدي نضيف السكر بالراحة، الفانيليا. نبتدي بقى نضيف السكر، سكر بودرة ومنخول، مهم جدا انه يكون منخول. تمام، شوفوا ازاي جمدت اهي، بصوا جمدت معانا وبقت ممتازة. هديها بس كمان كده خفقة بعد ما اخد اللي في الجناب، وبعدين نبتدي بقى نحطها على الكب كيك بتاعنا على ما اغرف الشوربة.